السلام عليكم. اليوم راح اسوي وياكم طبق البرياني. طبق البرياني سهل بسيط وطيب بنفس الوقت. نبدا وياكم المقادير. عندنا اول شيء ملعقه كوب دارسين وملعقتين هيل وفلفل اسود وكاري وورق غار. عندنا هنا حبتين بصل مقطعات. عندنا هنا 3 كوب تمن وعندنا هنا ملح. عندنا هنا بهارات مال برياني. عندنا هنا باكيت صدر دجاج. عندنا هنا 4 حبات جزر و5 بوتيتا، نص كوب فستق وكوب بازاليا وكوب بشعرية وكوب كشمش. نبدو ياكم نجهز الحشو. اول شي عندنا هنا قدر بزيت، نضيف حبة بصل وحدة او حبة وشوية، نبقي الثاني الحمس البازاليا. هاي البصل خلينا نقلبهم وننتظرهم لحد ما يذبل لونه. بعد ما ذبل لونه اصبح بهاي الطريقة. هسه نبدي نضيف صدر الدجاج. بعد ما ضفناه نقلبهم بهاي الطريقة. النار تكون متوسطة، لا ناصية ولا قوية حتى ما يحترق ويانا. نقلبهم بهاي الطريقة وننتظرهم حد ما يتغير لونهم ويصبح لونه أبيض. بعد ما أصبح لونه أبيض بهاي الطريقة ننتظر شوية المي، بعد بمي شوية ينشف. نقلب بيهم. بعد ما شوي نشف الماء نضيف البهار وورق الغار والفلفل والكاري ونحمسهم. نظل نقلب بيهم تقريبا لمدة 3 دقائق. نظل نقلب بيهم حد ما تختفي البهارات. نجي نتأكد انه صدر الدجاج استوى، نقطع حبة ونشوفه. هاي بهذا الشكل صار، يعني معناته استوى. هسه نضيف عليهم مي مغلي تقريبا 3 اكواب. ونخليهم على النار تقريبا لمدة 5 دقائق يفورون او 4 دقائق على نار متوسطة. بعد ما فوز بهاي الطريقة هسه نجي نضيف التمن. هنا عندنا هذا التمن مغسول ومصفى بالمصفي، ما منقعينه بس مصفينه. نضيف عليهم الملح، نضيف عليهم بهارات البرياني تقريبا خاشوقة ونص مال اكل برياني البهارات مالته. هسه نقلبهم مثل ما قلت لكم نار متوسطة. هسه نقبخهم ونخليهم على نار متوسطة لحد ما ينشف ونصيهم ونهدره. هسه خلصنا من التمن، نروح وياكم على الحشو. عندنا قدر نضيف بيه زيت واضيف بيه الشعرية، كوب الشعرية، ونحمسهم لحد ما يتغير لونهم يصبح لونهم ذهبي. بعد ما اصبح لونهم ذهبي نضيف عليهم هسه كوب من المي المغلي. هاي وهنا نضيف الدارسين ونضيف الهيل. هنا بطاوة ثانية نجي نضيف زيت ونجي نحمس الكشمش. بعد ما حمسته اصبح بهاي الطريقة بهذا الشكل. نضيفهم على الشعرية. بنفس الطاولة نجي هسه نحمس الفستق. اذا تحبون لوز بعد احسن، بس انا ما متوفر عندي، استخدمت الفستق بس الشوغر لونه يصير ذهبي. هسه نضيفه فوق الكشمش ونضيف الجزر. الجزر تقريبا يطول الحمس مالته 5 دقائق الى 6 دقائق.
ما اريد احن المرد، هسه كمل نضيفه فوق الحشو. هسه نجي نضيف البصل اللي بقى عندنا الحبة الثانية، من يذبل نضيف عليهم البازاليا، كوب البازاليا، ونبقيهم لمدة دقيقتين ثلاثة، نقلبهم على كيف حتى ما ينمرد. هاي اصبح شكلهم استوى. هسه نضيفهم فوق الحشو. هسه هنا عندنا البوتيت نقليها، وهنا اصبح الحشو جاهزة بهاي الطريقة. نضيف هسه عليهم التمن بعد ما تدور نص ساعة. انتو حسب الرغبة تضيفون التمن اكثر اقل، احنا نحب الحشو اكثر من التمن. تقدرون تخلون التمن اكثر. هسه نقلبهم على كيف، اصبح الشكل النهائي. نخليهم على النار لمدة 5 دقائق الى 10 دقائق بس تشرب الطعام، وهذا الشكل النهائي. ان شاء الله يعجبكم، جربوا، سهل وطيب وبسيط، وألف عافية، ولا تنسونا بالاشتراك.